عشان نتعرف أكتر على أبرز المحطات الفنية للفنانة الراحلة فايزة أحمد، معنا على التليفون الكاتب الصحفي حمدين حجاج، مؤلف كتاب فايزة وسلطان عشنا عمرنا أحباب. صباح الخير على حضرتك أستاذ حمدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد، صباح الخير وعلى كل مشاهدينك ومستمعينك الكرام. يا أهلا بيك. طبعا ما فيش شك محطات فنية كبيرة ومتنوعة، لكن في بعض المحطات كانت فارقة في حياة الفنانة الراحلة. إزاي حضرتك تناولت ده في كتابك؟ اولا يعني انا فايزة احمد، يعني انا بشكل شخصي تقولنا ان الست هم هي بتتالق اعلى قمه جماهيريه ومنطقيه سواء في الفن او في الغناء العربي. فانا بشكل شخصي من الناس اللي هي بتعتبر، بعيد عن ان عملت كتاب عن الست فايزة احمد، بعتبرها هي الست التي تالي ام كلثوم في الجماهيريه وفي الصوت. حتى ام كلثوم عبرت عن ده في اكثر من مره لما قالت ان هي الصوت اللي بتحبه هي صوت فايزة احمد. هي بس كانت أزمة الفنانة فايزة أحمد. أستاذ حمدين، صوت حضرتك بس مش واضح، لو تغير المكان اللي حضرتك موجود فيه عشان نسمعك بوضوح. طب حضرتك سامعني كده كويس؟ يا فندم اتفضل. هاي تاني على حضرتك، احنا لو قلنا احنا الست أم كلثوم هي يعني بتحلق في أعلى قمة جماهيرية أو شعبية في الوطن العربي، وهي ست لا ينافس أحد يعني على عرش الغناء في مصر أو في الوطن العربي. فاحنا لو هنحط حد بعد الست أم كلثوم وإن كان بمسافة، فأنا بعتبر الست فايزة أحمد هي الفنانة اللي قدرت إن هي تجمع الوطن العربي من المحيط للخليج. يعني الفنانة فايزة أحمد تتميز إن صوتها قدر يقدم كل الألوان والأغاني التطربية، قدمت الأغاني الوطنية وقدمت الأغاني الدينية وقدمت الأغاني العاطفية. هي كانت موهبة فذة، وإن كانت يعني أخفقت قليلا في إدارة الموهبة في البدايات، وربما ده راجع لعوامل يعني عوامل اجتماعية وعوامل أسرية أثرت على نجوميتها. لكن أعتقد إن هي لقت نفسها وانطلقت وأبدعت وتألقت لما التقت بالموسيقار محمد صفاق. إيه العوامل الأسرية اللي خلتها تتأخر شوية في إدارة موهبتها يا فندم؟ يعني الفنانة فايزة أحمد زي ما حضرتك عارفة هي فنانة سورية الأصل، لبنانية المنشأ، مصرية الهوى والدم والنسب. هي في بداية حياتها كانت عاشت حياة يعني كان مثلا في استقرار ما بين والدتها ووالدتها، وطبعا والدتها رحل بدري، العوامل دي أثرت عليها. ثانيا برضو هي تزوجت مبكرا، كانت زيجة مبكرة، والزيجة دي أثرت عليها وأخرتها شوية لأن كان حصل ما بينها أزمات ومشاكل ما بينها وما بين زوجها الأولاني. الحاجة الثانية إن الفنانة فايزة أحمد وهي عندها 16 سنة اتعرضت لحادثة، هي ذات نفسها بتوصف الحادثة دي في أحد لقاءاتها التلفزيونية، بتقول إن الحادثة ديت خلت روحي، خلتني جسد بلا روح، أصبحت وزني نزل لـ 47 كيلو، مفيش طاقة ومفيش روح، لولا إن البعض نصحها وقال لها لازم تروح مصر عشان تستعيدي شغفك بالغناء وتستعيدي شغفك بالإبداع. فكانت دايما بتقول عندنا مثل في الشام بنقوله يا رايح مصر مثلك ألوف، يعني يا رايح مصر شكلك كتير، أنا هروح معقول هروح وأنجح؟ قالوها روحي وجربي مصر، يعني هي هنود الشرق، هي بلد الفن، هي بلد الابداع. وكان من حسن حظها ان هي لما جت التقت بالموسيقار محمد حسن الشجاعي، كان ساعتها هو المسؤول عن الاذاعه المصريه، وطلب منها ان هي تغني غناء موشحات، وتفاجئ بصوت واداء لدرجه ان هو قال لها بقى انت يطلع منك كل ده. وبعدها فقال لها انت انا عندي اغنيه ليك عايزك تغنيها، فاشترطت ان هي عليه ان هي اللي رحلها لها الموسيقار العظيم محمد الموجي، وانطلقت رحلة الفنانة فايزة أحمد. عظيم جدا. إلى أن تقابلت مع الموسيقار محمد سلطان، وده أعتقد اللي أنت ركزت عليه أكتر في كتابك، وده واضح من اسم الكتاب. المرحلة دي كانت عاملة إزاي في حياتها؟ يعني قبل لقاء الفنانة فايزة أحمد بالموسيقار محمد سلطان، هي كانت بتمر بمرحلة زي ما نقول كده مرحلة من الضبابية، مرحلة من عدم وضوح الرؤية. في الفترة ديت هي كانت في خلاف ما بينها وما بين الموسيقار محمد الموجي، بسبب ان الموسيقار محمد الموجي كان قدمها وهي بعدت عنه شويه. بعد كده كان حصل خلاف ما بينها وما بين الموسيقار بليغ حمدي، وهي كان يعني من اصحاب الايادي البيضاء على مسيره الفنان العظيم بليغ حمدي، ان هي كانت سبب في تقديمه رغم ان بدايه شغله ما كانش معاها. الفتره دي كمان كان الموسيقار محمد عبد الوهاب، يعني بحس عبد الوهاب يعني كان دايما ميال شويه للفنانه نجاه ان هو يقدم لها الالحان عن فايزه احمد. فهي حتى في الفترة دي كانت بتفكر ان هي ترجع تاني لبنان وتستقر هناك، لان حست ان الدنيا مش ماشية معاها كويس او ان الامور ما عادتش الطف حاجة. لكن هي قررت انها تنتظر يعني شوية، حتى بحسب وصفها بتقول قررت تنتظر الفرج، وربنا ما قطلش عليها الانتظار. وفي الوقت ده اتعرفت على الموسيقار محمد سلطان،
عشان تبتدي معاها رحله عظيمه امتعونا بها يعني خلال 17 سنه زواج او 18 سنه على الاقل. الموسيقار محمد سلطان حتى كان بيوصف في لقائي معاه، قلت له يعني الفنانه فايزه احمد، قال لي انا كنت اعرف فايزه احمد الفنانه صاحبه صوت قوي صاحبه اداء عظيم، لكن كنت شغوف اكتر ان انا اتعرف على فايزه احمد الانسانه. لما اتعرفت على فايزه احمد الانسانه اتقربنا من بعض لدرجه ان انا لو كنت بفكر في حاجه كانت تقول لي يا محمد انت بتفكر في كذا، اقول لها صح يا فايزه وده قرب مننا. فقعدت اكتشافها فنيا معايا، قدمت كل الالوان التطربيه، قدمت الغنى الديني والغنى الشعبي والغنى العاطفي والغنى الرومانسي والغنى الوطني. انا اذكر ان الفنانه فايزه احمد في لقاء يعني مع العظيمه الراحله الاستاذه ليلى رستم، الاستاذه ليلى رستم حتى بتدعي تقول لها فايزه ايه الجمال ده؟ فكان ردها بسيط كده قال محمد سلطان البركه فيه. الله. الوقت ده الفنانه فايزه احمد تحولت تماما، حتى يعني من كانت بيتنضروا على نحافتها اصبحت جمالها واناقتها محل اعجاب وانجذاب لدى الكل يعني. طب ابرز الالقاب اللي حصلت عليها يعني طبعا عبد الوهاب ادها لقب الكريستال تقريبا. يعني اعتقد اللقب الابلص في مسيره الفنانه فايزه احمد هو لقب كروان الشرق، وهو اللقب قبل ما يكون لقب يعني هو لقب جماهيري نتج عن اعجاب الجماهير بها، لان يعني بعد اعتقد ان بعد 63 او بعد 64 ابتدت الفنانه فايزه احمد يعني زي ما بنقول تصل لاعلى قمه جماهيريه، استطاع الموسيقار محمد سلطان يعني ان هو يقدمها في صوره، لدرجه ان بعد نجاحاتها مع الموسيقار محمد سلطان ابتدوا الناس اللي هم الملحنين العظام طبعا بقى اللي هم يعني ما حصلش انها تشتغل معاهم ابتدت تشتغل معاهم، فابتدت فايزه احمد تكون شعبيه وتكون جماهيريه كانت ملفته جدا للصحافه وللتلفزيون، واصبحت فايزه احمد يعني غير فايزه احمد بتاعه الخمسينات، كل حاجه في فايزه احمد ناجحه، كل حاجه في فايزه احمد مستقره، وبعدين اللقب اعتقد ان هو لقب جماهيري خرج من صاله الجمهور ومن الهتاف قبل ما يطلقوا عليها اي فنان او لقب الفنان محمد عبد الوهاب، واعتقد ان يعني اما الست ام كلثوم بجلاله قدرها وبعظمتها وبشموخها وبنجاحاتها تقول ان انا بحب اسمع لفايزه احمد وهي مطربتي المفضله، فاعتقد ان دي اكبر وسام ممكن يناله فنان او فنانه في الوطن العربي. بكل تاكيد كل شكر ليك الكاتب الصحفي الاستاذ حمدين حجاج مؤلف كتاب فايزة وسلطان عشنا عمرنا أحباب، شكرا جزيلا ليك.